عشاق الرياضة، سعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في هذا الموجز الرياضي، والبداية بجديد قضية تأجيل الكان الإفريقي، حيث يبدو أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف لم ينتظر المهلة التي منحها للمغرب من أجل تحديد موقفه النهائي حول قضية تأجيل كأس إفريقيا للأمم 2015. وأعلن الكاف عبر صفحته الرسمية في الموقع الاجتماعي تويتر أن المغرب سينظم كأس إفريقيا للأمم مطلع السنة المقبلة، وكذا المدن التي ستحتضن هذه المنافسة القارية. وفي السياق نفسه، اعتبر عدد من المتتبعين للشأن الرياضي أن هذا الإعلان المفاجئ يفهم منه أمرين اثنين، وقالت إما أن الكاف حسم الجدال بخصوص تأجيل الكان الإفريقي، أو أن الجهاز الإعلامي والتواصل للكاف استبق إعلان المغرب دون انتظار بعد غد السبت. يذكر أن الكاف أمهل المغرب 5 أيام لحسم في موقفه النهائي بخصوص تأجيل الكاف، حيث ينتظر بعد غد السبت أن يعلن المغرب عن قراره الذي من خلاله سيتخذ الكاف قراره الأخير بشأن كأس إفريقيا للأمم. ومن الكأس الإفريقية إلى الرجاء البيضاوي، فقد عاد اللاعب الرجاوي إسماعيل بالمعلم إلى تدريب، حيث شارك اليوم في التدريب مع المجموعة الرجاوية، وكان اللاعب قد حصل على فترة راحة بموافقة الأطر التقنية للرجاء ومسؤولي الفريق من أجل اجتياز الحالة النفسية التي يمر منها جراء ردود أفعال الجمهور الرجاوي، حيث نال حظا وافرا من النقد كعميد للفريق، كما أن روماو مدرب الفريق لم يكن راضيا عن أدائه. ومن الرجاء البيضاوي إلى غريمه التقليدي الوداد البيضاوي، حيث أعرب جون توشاك مدرب فريق الوداد البيضاوي عن تفاؤله لما ستؤول إليه نتيجة مباراة الفريق المقبلة أمام شباب أطلس خنيفرة غدا الجمعة برسم الدورة 8 من البطولة الوطنية. وفي تصريح له عن المباراة المرتقبة، أكد جون توشاك أنه لا يمكنه الحكم على مستوى أي فريق لحد الساعة، وذلك بما اعتبره مستويات الفرق المتقاربة. وأضاف توشاك أن الفريق سيخوض اللقاء المنتظر خارج الديار، وأن الأمر ليس بالسهل، لكنه أكد أن عناصر الفريق الأحمر ستحقق نتائج إيجابية. ونختم موجزنا الرياضي بعميد المنتخب الوطني ولاعب فريق بايرن ميونخ الألماني المهدي بن عطية، حيث تألق اللاعب في مباراة فريقه أمس على ضيفه روما الإيطالي، والتي انتهت بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا. بن عطية لعب في التشكيلة الرسمية طيلة المباراة بأداء عال جدا، حيث أخرس جل منتقديه من الصحافة الألمان، مسجلا أرقاما عالية، حيث تصدر لاعب فريقه في عدد لمسات الكرة ب 108 لمسة، مقدما 72 تمريرة لزملائه، بينما قام بقطع الكرة 14 مرة، متفوقا على زميله بواتينغ بالضعف. ولم يكتفي بن عطية بالدفاع، بل حاول استرجاع ذكريات التهديف بالأولمبياكو رفقة روما عبر استغلال الصعود إلى منطقة الجزاء لاستغلال مهارته في التصويب بالرأس. نهاية الموجز الرياضي، إلى اللقاء.